I have example 9-8 9-8 من الشاب عندي محرك 50 هورس باور 250 فولت. هلا على فكره نفس السؤال 9-1 او نفس محرك 9-1 1200 ار بي ام ريتد ارمتشر كرنت. الشباب اللي بيحكوا هناك ريتد ارمتشر كرنت از ان اي اي ريتد 170 امبير. ريتد فيلد كرنت ريتد فيلد كرنت 5 امبير. طبعا هو شنط هون نرسم رسمه الشنط. هاي الفيلد عندي هذه هون ريتد 250 فولت في في او في اس. هاي عندي هون اي فيلد اي ار فيلد ال فيلد هذا اعطاني الاكسايتيشن. بعدين عندي هون ار اي هاي المحرك هون عندي هذا اي فيلد ريتد 5 امبير الاي ريتد 170 امبير الفيلد فولتج كمان 250. هلا في عندنا فولتج دروب في فولتج دروب على البرشز في بي ار بنعتبره هون 2 فولت. هاي ملاحظين النقطة هاي البرش نفسها بعتبر انه في عليها فولتج دروب البرش من هون والبرش من هون. ايش هذا بسبب لما يكون عندي فولتج دروب على برش؟ مثلا نرسم البرش هون مثلا هذه 1 فولت هون 1 فولت. ايش توقعوا اتجاه البولاريتي راح يكون على البرش لما الكرنت يمر فيها؟ هذا سؤال مهم. هاي اي اي هي الارمتشر كرنت مركز البرش. فانا عمالي بقول البرش نفسها لما بقيس عليها هو الكرنت ماشي فيها في فولتج دروب 1 فولت 1 فولت 1 فولت. نعم بوزيتيف. وين البوزيتيف؟ والنيجاتيف هون هذا ليش؟ لانه هو مش معقول يكون سورس ما راح يكون البرش سورس مزبوط. فهي عباره عن لوس واذا بدها تكون لوس لازم الكرنت يدخل من البوزيتيف ويطلع من النيجاتيف من البرش. فهذا عندي لوس قديش اللوس اللي راح يصير في البرش هاي؟ اي في في بي مش هيك؟ اي في في بي هذا عباره عن لوس. يعني هذه البرش راح تضيع طاقه راح تضيع فيها كشكل حراره او شيء ثاني. إذا هون راح يكون عندي اي اي في في بي وهي راح تكون اي اي في في بي. مجموع البرش فولتج هذا 2 فولت انا وزعتهم 2 فولت حطيتهم فولت 1 فولت هون 1 فولت هون. هاي طريقة حتى ناخذ باعتبار اللوسز اللي موجودة في البرشز. هلا عندي ات نو لود. هلا لاحظوا لما بنقول ريتد كرنت يعني عمالي بعمل ديليفري ل الريتد باور. بكون عندي ريتد كرنت اي اي ريتد 170 فعماله بمشي عندي هون 170 اي اي ريتد IA rated 170 امبير عمالي بعمل delivery للريتد للريتد باور. هلا at no load ايش يعني no load conditions؟ شو بكون عامل في المحرك؟ نعم IA راح تكون قليلة جدا لانه في عندي losses بس ما فيش IA عشان اعمل delivery للتوب. فبمسك المحرك بشغله بحط عليه الفولتج. هلا احنا حاطين عليه بالحاله هاي 240 فولت والارمتشر كرنت اي اي يساوي 13.2 امبير. نعم هلا بالحاله هاي بحاله النو لود حاطين عليه 240 هو الريتد تبعه 250 مضبوط. السؤال كويس لازم ننتبه. نعم هو اقل السؤال موجود هذا بالسؤال كله هذا اللي هو المثال 9-8 240 والارمتشر كرنت بهاي الحاله قيمته 13.2 فواضح انه هذا الرقم اقل بكثير من الرقم هذا الموجود هون. ليش عمالي بسحب كرنت وهو عندي نو لود؟ في عندنا غير لا هاي اي هذه الاي اي اللي ماشي هون غير الفيلد. الفيلد راح يضل ماشي فيه القيمه اللي موجوده هون بس انا عم بسحب اي اي هون لانه في عندي لوسز نوعها
ميكانيكال لوسز وايدي كارنت لوسز وهيستريسز واشياء ثانيه. احنا في المثال 91 افترضنا انه في ايديال وفرضنا انه ات نو لود ما فيش عندي كارنت بسحبه. هلا هون بدنا نحاول نطلع اللوسز الموجوده في المشين. وعندي على 240 فولت اي فيلد كان 4.8 امبير. لاحظوا هون عندي 250 على 5 هل هي نفس 240 على 4.8؟ خلينا نشوف 250 على 5 شو بتعطيني؟ 50 هون 240 على 4.8 قديش بتطلع معنا؟ بتطلع كمان 50 مضبوط؟ حد يتأكد من هذا الرقم مضبوط؟ لأنه 200 على مضبوط لأنه 0.2 في 50 بتعطيني 10 فولت مضبوط؟ حد يتأكد من هذا الرقم يقسمهم 2 يتأكد انهم مضبوطين؟ اوكي مضبوط؟ إذا احنا بالحالة حطينا عليه 240 فولت، إذا هي طلع معي R field هون. R field بيساوي 50 فولت. وكان بهاي الحالة الموتور سبيد V أو N بتساوي 1150 R field. هذه كلها هون at no load condition. حطينا 240 فولت، مر عندي 13.2 أمبيرز، IF كان بيساوي 4.8 الفيل وفي كانت بتساوي 1150. هلا في عندي كمان شغله اضافيه، حطينا لوكت روتر. اذا هذا هون كونديشنز ثانيه. ايش يعني لوكت روتر؟ ايش يعني لوكت؟ لما اقول شيء لوكت لا انتبه لوكت ما بتحرك، يعني باجي على المحرك. هي لو بطلع على المحرك من هاي الجهه، طيب لو ركبت بليت على المحرك ثبتته حفرت هون بعدين فتحة في المحرك من هون ودخلت برغي مثلا او بن، والبن خليت هذا المحرك يمسك في مكانه. فلو اطلعت على المحرك الان من هاي الجهة شايفين شو عملنا بالمحرك هون؟ هي في بليت أمامية، حفرنا هاي البليت الأمامية فتحة، هي البليت الأمامية مركبينها على المحرك. بعدين الستركتشر اللي محطوط عليه المحرك جبنا منه بن وثبتنا البن ودخلناه هون وشديناه. بعدين جينا على التيرمينالز تبعت المحرك، ما راح أحط عليها 250 فولت، راح أبدأ أزيد الفولتج اللي أنا حاطه على أطراف هذا المحرك. في عندي زي فولتج هون ببدأ بزيرو، ببدا بزيد شوي شوي. ليش ما بحط الفل لود فولتج على هذا المحرك؟ راح يسحب كرنت هائل جدا، راح يتكون كورت هائل جدا، يمكن يكسر هذا البن، يمكن اخرب المحرك. اذا شو بعمل؟ بحط زيرو فولتج على التيرمينالز تبعت المحرك، بحط البن اللي موجود هون، بثبت البن بشده، فهذا المحرك الان لوكت روتر. ببدا بزيد الفولتج شوي شوي لحد ما يمر عندي، قديش مر عندي بالحاله؟ خلينا اشوف. ضليت ازيد ارمتشر. طيب ان ارمتشر فولتج اوف 10.2 برودوسز 170 امبير. بمين هذا بذكركم؟ شورت سيركت تيست. اوكي تمام، هذا بيشبه لحد كبير الشورت سيركت تيست. بدي افحص الارمتشر ريزيستنس بالحاله هاي، فضليت ازيد هذا. وانا طبعا هون حاطط اميتر، والاميتر هون اعطاني 170 امبير. ليش 170 امبير؟ لانه هو فرجعت هون ضليت ازيد، بس الفولتج اللي حطيته ما وصل غير 10.2 فولت. كيف يقارن هذا 10.2 بايش؟ 250. زي ما عملنا بالترانسفورمر، ايش عملنا بالترانسفورمر؟ جينا على السكندري من على شورت سيركت. البرايمري كنت حاطط عليه زيرو فولتج، ايش بديت اعمل بالفولتج اللي على البرايمري؟ ازيده شوي شوي، وايش اقيس؟ الكرنت اللي بالسكندري، لحد ما الكرنت اللي بالسكندري وصل الريتد كرنت، قرات الفولتج اللي نشا على البرايمري وقرات الباور اللي بسحبه. هلا بالحالة هاي إذا عملت هيك عندي لما حطيت 10.2 فولت سحب تيار مقداره 170 أمبير، هذا في الأرمتشر 170 في الأرمتشر. شو بقدر أطلع؟ إيش الوضع هذا اللي موجود هون؟ إيش عماله؟ فكرنا في هذا المحرك، إيش عماله بصير فيه؟ عماله بسحب كرنت، قديش الباك إي إم إف راح يتكون من هذا المحرك في هاي الظروف؟ نطلع هون هي هذا رح الغي الفيلد سيركت. هلا رح اشيل الفيلد سيركت، رح اطلع على هذه هيك وهاي هيك.
قديش سرعة المحرك باي ديفينيشن بهاي الظروف؟ صفر. لأنه اسمه لوكت روتر. إذا قديش الباك إي إم إف اللي عم بنشئه؟ صفر. إذا هون فيش عندي باك إي إم إف، كأنه أنا جمدت الستارتنج كونديشن. ستارتنج كونديشن اللي بصير جمدته ثبته عند زيرو، فصار عندي هون باك إي إم إف زيرو. إذا الفولتج اللي حطيته هون اللي هو قديش قيمته؟ 10.2 فولت. على إيش جاي؟ بس على هاي المقاومة. إذا هاي المقاومة اللي هي آر إي، قديش مشي الكرنت عندي بالحالة هاي؟ 170 امبير. اذا ايش بقدر اطلع من هاي اللوكت روتر كونديشن؟ ار اي. اذا ار اي شو بتساوي؟ بتساوي 10.2 فولت على 170 امبير. اظن بتطلع، حد يحسب هذا الرقم، اظن بيطلع 0.06. اذا هذا هو 0.06 فولت. صار عندي وهذا بيساوي 50. إذا صار عندي 0.06 اومز طلعناه من اللوك روتر كونديشن، اللوك روتر. ففي اللوك روتر تيست عملنا لوكينج للروتر، طلع معي سحب 170 امبير لما حطينا فولتج مقداره 10.2. إذا اعطاني هذه القيمه اللي موجوده هون. بعدين طلعنا القيمه اللي موجوده هون من الكونديشن اللي هي 240 على 4.8 في الكرنت 14.8 اوبن. وات نو لود كونديشنز قلنا هون عندي 13.2 امبير. اوكي، الكل فاهم هذا الجزء من السؤال؟ اوقف الهاي.